الجمال بين الحقيقة والوهم، بين الطب والتجارة، بين الحرمان والإدمان. إن الله جميل يحب الجمال، تحت هذا العنوان كان المدخل لتبرير الهوس بالمظهر الخارجي، فالأمر بات ظاهرة اجتماعية وثقافة سلوكية تمس شريحة أوسع حجماً وأصغر سناً. فهل نحن غافلون عما آلت إليه صناعة الجمال بين الحقيقة الطبية والتسويق التجاري والضوابط الأخلاقية أيضاً؟ أسئلة كبيرة تتفرع منها تساؤلات جزئية وفرعية، سنطرحها اليوم مع الدكتورة شمايل فيصل السنافي، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل. أهلا وسهلا فيك دكتورة شمايل. يا هلا فيك. يا هلا فيك أستاذ يوسف. أول شيء أنا جدا سعيد أني أكون معاك اليوم، وأنا يشرفني أني أكون في ضيافة أستاذ كبير وإعلامي قدير مثل حضرتك. الله يسعدك. الله يسلمك. وأنا يشرفني في ضيافة واحدة من الطبيبات اللامعات في هذا الميدان، فأهلا وسهلا فيك. حياك الله دكتورة شمايل. ما يشغل البال في أن يتحول موضوع التجميل وموضوع عمليات التجميل بلاستيك سيرجري وغيرها هو الهوس والاندفاع اللي قاعدين نشهده في السنوات الأخيرة من قبل مختلف الأعمار، من السيدات خاصة، ويعني دخل على الخط الرجال أيضا أكيد. ودي بس كمدخل للموضوع، ما السر في هذا الاندفاع؟ هل هو الحاجة الحقيقية أم أنا قلت في المقدمة يقول لك بين الانجراف، البعض يقول بين الانجراف والانحراف. الانحراف أن الواحد وده يغير شكله، صحيح، وبس الانجراف أنه مع الموضة، صحيح. فكيف نفسر هذا الأمر؟ أوكي، أول شيء أستاذ يوسف، إحنا عندنا نقطة وايد مهمة، أن الكل يعشق الجمال، حتى حضرتك أكيد تعشق الجمال، أكيد. إن الله جميل يحب الجمال. الجمال فهي تي عند القناعة، هل أنت مقتنع بالشكل اللي أنت فيه؟ أنا لما أطالع روحي بالمنظرة على سبيل المثال، أنا ما أتحمل أن يكون في عندي مثلا تجاعيد بالجبهة، أنا هذا ما أتحمله، فأنا هني لازم ألجأ حق التجميل. ونفرق ما بين نقطتين، ما بين عمليات التجميل والإجراءات التجميلية. عمليات التجميل اللي تيجي تغير الشكل كامل، يطلع لك ويه مو ويهك في النهاية، أو أنك أنت مجرد ما أنك أنت بس تحافظ على شباب البشرة، بحيث لما يوصل عمرك 60 يكون شكلك للحين كأنك بالأربعين. أشو ما وصلنا بعد. فهذه النقطة وايد مهمة، إحنا لازم نفرق بينها، لأن كل شيء صار يندرج تحت التجميل. الحفاظ على البشرة واستخدام أدوات التجميل يعتبر تجميل، والعمليات التجميلية أيضاً تعتبر تجميل، اللي هي تغيير في شكل الأنف، أو تغيير في قصة الوي، أو تغيير في قصة العين، أو تغيير في حجم الشفايف بشكل وايد كبير. فنفرق ما بين النقطتين هذه، إن حفاظ على شكل البشرة ورونقها وشبابها، والعمليات التجميلية. أيه اللي أكثر تشوفينه سائد الآن، هل التجميل أم عمليات التجميل؟ أثنينهم سائدين الحين. لما نيجي مثلا على سبيل المثال، الجمعية الأمريكية سوت دراسة لجراحين التجميل، سوت دراسة في 2015، شافوا أن 1.7 مليون أمريكي سووا عمليات تجميل، العمليات اللي هو البنج والتغيير الشكل. أما بالنسبة حق الإجراءات التجميلية اللي هي البوتوكس والفيلر والليزر والتقشير، 14.2 مليون، فهذه تكون أكثر لأنه ما تحتاج 14.2 مليون مع 1.2 قلتي 1.7 قاعد نتكلم عن 15.9 قلوا exactly. نتكلم عن 16 مليون صح في أمريكا من أصل 270 تقريبا 300 مليون ايه؟ يعني أنا بستثني الأطفال الرضع والصغار، يعني قولي 300 اي تقريبا. هل هذا يمثل يعني عدد كبير؟ قاعد أتكلم عن حوالي 10%. طبعاً هو عدد، يعني يعتبر عدد كبير بالنسبة حق الإجراءات التجميلية، لأنه يلجأ للطبيب مو لشيء طبي، مو لمرض،
فهذه إجراءات تجميلية تكميلية تعتبر، مو لمرض. هل لأن إحنا في عصر الاستهلاك، يعني استهلاك في كل شيء وعدم الحاجة في كل شيء. يعني خلنا نقول لك شغلة، يعني أنا من جيل طبعاً وصلت 60، ها أنا من جيل الله يسلمك، لاحظ من طلعنا عمليات تجبير كسور، عمليات طبعاً جراحات باطنية، جراحات خارجية، لكن سالفة التجميل، عمليات التجميل اللي تحويل ولا حتى البوتوكس اللي هو إجراءات التجميل ما كنا نشوفها. يعني هي جات طبعاً من الغرب، جات من أمريكا بالذات، يعني طلعت من هناك ربما في مجال الفن والفنانين فدخولها متأخرة يوحي بأنها ليست ضرورة، ليست ضرورة طبية وليست حاجة فعلية، هي حاجة كمالية. لا أستاذ يوسف، لأن يعني المجتمعات تغيرت، صارت كذي تبحث كل شيء عن الكماليات وعن. لا هو التجميل كان موجود ما قبل الميلاد. شلون؟ التجميل موجود ما قبل الميلاد. خلي تجميل النساء، أنا آسف تفضل. مو تجميل النساء. شرحين الفكرة. أي هو مو تجميل النساء، هو التجميل كفكرة التجميل أو البلاستيك سيرجريز موجودة ما قبل الميلاد. في عمليات ترقيع الجلد، أول واحد سواها كان دكتور سوسرتا هندي الأصل، فهو اللي سوى في القرن الثامن ما قبل الميلاد عمليات ترقيع. القرن الثامن قبل الميلاد. قبل الميلاد. واستمرت لغاية القرن الخامس عشر، كانت تستمر قاعد يسوون ترقيع الجلد، هذا رقم واحد. الرومان تجميل الأنف. كان في تخدير عندهم ذاك. مو هذا إحنا اللي قاعد نتكلم عنه، كانت جدا مؤلمة، كانت المضاعفات وايد كبيرة، فأنت تتكلم عن قرون. بالضبط في كل المضاعفات، فالطب قاعد يتطور، بس هو التجميل كان موجود، اللي إحنا نسميها الريكونستركتيف سيرجريز اللي هي يعني إعادة تشكيل، إعادة تشكيل أو اللي هي الترميم إحنا نسميها الترميم. فعمليات الترميم كانت موجودة من زمان بس قاعدة تتطور. ناو صح في أمريكا بال1700 بلشوا في التجميل وبدأوا عمليات التجميل وكانوا يسوونها، إحنا وصلتنا الحين بالوقت هذا بسبب انتشار القنوات التلفزيونية وبسبب السوشيال ميديا. أنت اليوم تفتح التلفزيون تطالع ممثلة بشكل، بعد شهر تشوفها واحدة ثانية، منو هذه؟ يقول لك فلانة، ما تصدق هذه أكيد فلانة، إيه من العمليات اللي هي وقاعدين يطلعون صور قبل وبعد. بالضبط بالضبط. فالحين انتشرت أكثر لأن الناس قامت تشوف أكثر، فالناس قامت تتطلع أكثر، انفتحت أكثر على العالم الخارجي بسبب السوشيال ميديا والقنوات الفضائية. دكتورة يعني ما علي، خليني أنا يمكن نقاشي معك نظري وما يصير يعني أنت قاعد تناقش لك أحد أيا كان هذه هي مهنته في أمور نظرية، لكن ما علي تحمليني شوية. يعني إحنا كمراقبين كناس من برا قاعدين نشوف أن العملية وصلت إلى حد الانجراف، بمعنى واحد يشوف الثاني، واحدة تشوف الثانية. قاعدين نشوف بنات صغار، صحيح، بالسن ربما فوق المراهقة شوية، بالثانوية يعني المراهقة الابتدائية خلنا نقول أو الأولية، وبعدين نشوف سيدات في الستينات والسبعينات، يمكن هذين اللي يحتاجون إلى ترقيع ولا يحتاجون إلى هذا، لكن على أي حال قاعدين نشوف الاندفاع. هل هو لأن واحدة قاعدة تطالع الثانية وأعجبوا في حالات صارت فقالوا إنه بنسويها، يعني هل هوس هذا منين جاي؟ أوكي، في عندنا عدة عوامل وعدة نقاط تأثر في هذا الموضوع. ليش البنت اللي بالمتوسطة أو بالثانوية ممكن تجيني تبي تسوي تجميل تكبير شفايف على سبيل المثال، وليش المرة اللي بالثلاثينات وليش المرة اللي بالستينات؟ رقم واحد عوامل نفسية. فترة المراهقة دائما يبون يشدون الانتباه. أنا عندي واحدة تجيني كل شهر تبي تحقن شفايفها، يا بنت الناس ليش بتحقنين؟ تحقن بمعنى تكبر شفايفها، تتفخ. اي تتفخ، احنا نقول تكبر شفايف حقن الشفايف، فتبي تكبر شفايفها، حلوين لا تزيدين. اختها قالت لي دكتور انت تدرين ليش هي تبي تسوي كذي؟ لانه ما يبين، هي تبي تدخل المدرسه يبين ان هي مسويه تجميل في شفايفها، فهذا عامل نفسي. هذا مرض، هذا كأنه هذا للحين ما وصلنا للمرض، لأن بقول لك الحين شنو هو المرض اللي هو البادي ديسمورفيك ديس أوردر. فبالنسبة لها تبي تشد الانتباه أن أنا والله عاملة
عمليات تجميل أو أنا عاملة إجراءات تجميلية. إحنا قبل حدنا يوم الأيام الثانوية اللي تيجي تصبغ شعرها بالنسبة لنا هذه كارثة. يمكن يخالفون هالمدرسة. كانوا إيه أيام قبل كانوا بعد شديدين زيادة فكانوا يخالفون. فالحين لا تبي تسوي تبي تطلع وتشوف إن رفيجاتها يقولون لها والله شفايفك حقنتهم تبي هالشغلة هذه فلفت الانتباه. رقم اثنين عندنا عوامل وايد مهمة اللي عوامل المجتمع. أنا يوني وايد بنات علشان زوجها تبي تسوي هي مقتنعة بشكلها بس هي تبي تسوي علشان زوجها. ليش ذاك اليوم زوجها شاف كان قاعد يشوف معاها المسلسل وعلق تعليق حلو أعجب بالممثلة هذه فهي بدت ها شوية تهتز ثقتها بنفسها فتبي تيجي تعدل خصوصا الحريم اللي عند حمولة تبي تصير هي المتميزة لا واحدة من الشنات مثلا تيجي واحدة جديدة ما تتحمل تبي هي تصك عليها لأن الحمولة تقارن. ففي عوامل نفسية وفي عوامل اجتماعية تضغط على المرأة إن هي تروح تلجأ للتجميل. هو في النهاية دكتورة المرأة اللي تلجأ إلى تغيير يعني جزء من وجهها على الأقل ما نقول أجزاء جسمها الأخرى هي تغير في خلقة الله يعني خلق الله يعني الله خلق هذه شفايفها دقيقة وهي شفايفها شوية بارزة وهذه خدها بارز وهذه خدها طاف يعني هذا خلق الله. من الناحية الشرعية أنت يعني أكيد يتروالي على الأقل لامستي هالمسألة هذه. أنا بالنسبة لي شلونها من أنا الشرعية؟ بالنسبة لي لست في المقام أني أنا أفتي لا مو تحكمينها شرعي في الناحية هل الشرعية. سمعتي من أحد أنه يقول هذا حلال وحرام؟ في دكاترة في مشايخ وايد حرموا في مشايخ وايد حرموا. أنا بالنسبة لي الشغل اللي أنا أسويه مش العمليات التجميلية أنا من مجالي أنا الإجراءات التجميلية البوتوكس والفيلر ما فيها تغيير لخلق الله مثل لما أنا أحط مكياج أو أنا أحط حمرة أنا ما غيرت في خلق الله. أنا بالنسبة لي هذه وجهة نظري وأنا ما لا هو التجميل بالنسبة للمرأة مشروع يعني التجميل هي تجمل وهذا كل إيه بس في مشايخ حرموا البوتوكس والفيلر. أنا من حكي بنات إيوني أو نساء إيوني يقولوا لي والله دكتورة لا أنا بوتوكس وفيلر ما أبي لأنه حرام. أنا سألت شيخ والشيخ قال لي حرام قلت له دام حرام ابتعدي عن الحرام الله يخليك. نعم خلينا نكمل بعد الفاصل حضرات المشاهدين فاصل ونكمل نقاشنا الجميل مع استشارية الأمراض الجلدية وتجميل دكتورة شمايل السنافي تابعونا رجاء. نواصل بحثنا لموضوع التجميل أو طب التجميل مع دكتورة شمايل السنافي. أبي أنتقل معاك إلى يعني خطوة أخرى من موضوع هوس التجميل خاصة عند السيدات في العصر الحالي اللي تعدى موضوع المكياج إلى موضوع تغيير في الأشكال إلى درجة اللي أصبحنا يعني بعض الأحيان نقول صاروا نساء العرب بالذات يتشابهون كلهم صحيح. استنساخ صحيح. الأشكال على الفنانات يعني هذا يقول قالب نانسي عجرم وقالب هيفاء وهبي وقالب مدري منهي وقالب مدري منهي هل هذا قاعد تشوفونه أيضا عندنا أكيد. في مجتمعنا؟ إيه أستاذ يوسف في فترة أيام طلعت إليسا أوكي فإليسا كانت هي شفايفها شوية كبيرة وفي عندها من خطأ بالحقن فصاير في اعوجاج في الشفايف فتخيل كل من يحب إليسا قام يبي يعوي شفايفه مثل إليسا لأنهم وايد يحبونها ومتأثرين فيها. طبعا هذا شيء من وجهة نظري أنا خاطئ هم من وجهة نظرهم هذا شيء صحيح بس من وجهة نظري شيء خاطئ لأن مثلا حجم الشفايف هذا ما يناسب كل وجه لأن احنا نقيس على حسب قياسات العين الأنف المسافة ما بين الأنف والشفة والذقن ف ما تقدر وحدة تيجي تجيب لي صورة وتيجي تقول لي دكتورة أنا أبي نفس الصورة هذه سوي لي نفس الشفايف هذه أنا ما أسويها ممكن يصير بس في ناس يسوونها إيه ممكن يصير بس أنا ما أحب أسويها أنا أحب أسوي الشيء اللي يتناسق مع بعضه لأن قبل لا أفكر في المراجعة هذه إن هي جاتني تحقن أنا أفكر بسمعتي هي لما تمشي برا هي سمعتي تمشي على الأرض دعايتي تمشي برا فأنا ما أبي أحد يسألها والله من حقنا عنده والله حقنا عند دكتورة شمايل ويكون غلط ويكون مو حلو أو يكون غلط أو يكون أوفر فأنا أحرص أن يكون الشيء مناسب. الحالات السلبية اللي تمر في عمليات سواء يعني خلنا نقول
تلطيف الشكل yes. مثل الحقن وغيره او العمليات تصير اخطاء أكيد. الاخطاء تؤدي الى كوارث يعني في بعض صحيح. السيدات او البنات تحولت اشكالهم الى شيء مخيف صحيح. ويبدو ان يعني تحولوا الى اوضاع الريمديبل غير قابله للعلاج او قابله لاسترجاع شكلها الاساسي هذه الامور ما تردع البعض أن يقدم يعني هالأخطاء التجميلية اللي قاعده تصير والله هناك الكثير من الأخطاء التجميلية مثلا نتكلم عن جراحة التجميل ونتكلم عن الإجراءات التجميلية نعم. طبعا في جراحة التجميل في بعض الأحيان صعب أنك أنت ترد شكل الشخص مثل ما كان نعم. خصوصا إذا هو بالجراحة بس في أشياء ممكن أن هي ترجع نفس ما كانت لما نتكلم عن الإجراءات التجميلية هي قد تكون مؤقتة مثل البوتوكس أو الفيلر إذا ما عجبك في المكان هذا أو حسيت أنه مو حلو ممكن أنك أنت تذوبه ولكن هناك أخطاء أخرى أو مضاعفات أخرى ممكن هي تحصل أمانة ما شفت شيء من هالأشياء يردع الناس بس أن تي فترة على سبيل المثال واحدة سوت شفط دهون وتوفت أثناء العملية نعم. الناس تصير عندهم الخبة هذه لمدة شهر يطخون شوية يكنسلون مواعيدهم وبعدين يرجعون مرة ثانية حق العملية يبتيني على بند الشفط والتخسيس اللي هو جزء أيضا من الهوس في تغيير الشكل وتغيير الجسم بالعمليات يعني مو بالأغذية أو النظام الغذائي ولا مو بالرياضة هل هذا بسبب أن من يقوم بعمليات التجميل أو عمليات الربط والشفط وهذا أطباء غير متخصصين يعني إحنا نسمع أنه دخل في هذا المجال أطباء ما لهم علاقة في العمليات نفسها لأن لقوها مغرية من الناحية المادية أنا ما أتكلم فقط على الكويت يمكن فهمنا فهل هذا فعلا واقع اللي قاعدين نسمعه أن كل من يجمل سواء كان استشاري أمراض جلدية ولا لا بالوي وكل من يشفط سواء كان جراح ولا مجراح ما أدري مدى الحقيقة أستاذ يوسف أول شيء لازم إحنا نعرف إن لكل إجراء تجميلي أو كل عملية تجميلية أو كل دواء في له مضاعفات وفي له البوسيبل كومبليكيشنز اللي ممكن تصير وفي له ممكن تكون في أخطاء أم كلثوم لما صار عندها ورم في الغدة الدرقية ما حد قدر يسوي لها العملية لأن خايفين من أشطر الأطباء يابون لها بس كانوا خايفين يلمسون على أحبالها الصوتية لأن الخطأ وارد ممكن يصير مع أشطر دكتور واللي يقول لك الطريقة الوحيدة اللي ما تحصل فيها complications أو مضاعفات أنك أنت ما تشتغل قد ما تشتغل ممكن تحصل مضاعفات ولكن إحنا كأطباء الشيء اللي وايد مهم واللي لازم نعرفه إحنا نعرف شلون ممكن نصلح الكومبليكيشنز هذه وتخبرون مرضاكم يعني لازم إنه يعني لما تعطونا الكونسنت هذا ضروري يوقع عليه إنه ترى في احتمالية وقوع خطأ أو ريسك أكيد لازم يعني. المريضة أو المراجعة أو المراجع يقرأ التعليمات هذه كلها ويوافق عليها ويوقع طبعا انا ما اتعامل على هالورقه هذه امانه انا اخليهم يس يوقعون بس انا اتعامل معهم يعني انا لو وحده كدمت مثلا كدمه عاديه وهذا باي قزه ابره ممكن تصير انا اتضايق عليها يعني هي جايتني عشان تجميل تطلع لي بكدمه مثلا وهذا شيء وارد وممكن يصير فالكونسنت هذا ضروري شرح التعليمات كلها للمراجعة هذا وايد ضروري قبل العملية أو قبل أي إجراء تجميلي إذا وافقت عليه حياها الله ما وافقت عليه ما تروح وايد ناس ما يقرون مشكلتهم ما يقرون فمرة واحدة قاعد تقولي دكتورة أنا بأمريكا رحت 83 ورقة لازم أقراها وتقول أنا ما أقدر أقرأ 83 ورقة أو أي مترجمة ترجم لي 83 ورقة فوقعت من غير ما أقرأهم. ودخول غير المختصين في مجالات عمليات التكميم والشفط الدهون وتجميل الأشكال يعني هل هو مثل ما قاعد نسمع عنه أن من يقوم بالعمليات أطباء في بعض الأحيان غير مختصين لازم يكون طبيب مختص يسوي عملية مثلا تكميم أو عملية السليف اللي هي تحويل المسار أو هو لازم بس اللي نسمعه أن من أسباب الأخطاء الكبيرة يعني إيه؟ الدراستيك في الإنجليزي
ان اللي يقوم فيها ناس غير مختصين. لا الحين مثلا تطلع احنا عندنا مشكلتنا بالكويت ان الناس كل من يحب يفتي وكل من يحب يقول والتويتر شغال 24 ساعه. أيه؟ بالضبط. واحده سوت عمليه شفط دهون على سبيل المثال توفت، والناس والدكتور الفلاني وحسبي الله عليه وطبوا فيه وشوهوا سمعته. الحين لما ترجع كان المشكله بالتخدير، المشكله مو بالدكتور. الدكتور شغال صح واموره ماشيه تمام، بس كانت المشكله بالتخدير. فالمحاسب مو طبيب التجميل، المحاسب كان طبيب التخدير. في الموضوع هذا في وايد مضاعفات تصير. الجسم ما يتقبل الماده، الجسم ممكن يرفض الماده، مثل ما قلت لك اخطاء التخدير، وممكن بعد اخطاء جراح التجميل اللي ممكن تصير. بس احنا ما نلقي اللوم كله، ففي لها حيثيات المساله هذه كلها، احنا لازم نعرف شنو تفاصيلها قبل لا نحكم. نعم. يعني خلنا ناخذ نموذج مثلا حاله شخص، دائما خلينا نقول سيدة أحسن من وخر عن الرجال، لأن بيع على موضوع الرجال بعد شوية. سيدة سمينة. نعم. ربما في يعني وجهها انحرافات أو يعني حالة من تحتاج إلى تصحيح تصليح. ربما في أسنانها أيضا. هل ممكن أن يقوم طبيب واحد بتعديل كل هالأمور هذه بتدخلات جراحية؟ يعني يعدل بالوجه ويعدل بالأنف ويعدل بالأسنان ويعدل بالشفط، هل ممكن طبيب واحد يقوم جراحة تجميل؟ نعم. مش جلدية وتجميل. إيه؟ جراحة تجميل ممكن يسوي كل شيء؟ ممكن يسوي جميع الإجراءات. جراحة التجميل يسوي جميع الجراحات التجميلية ما عدا الأسنان. طبعا أطباء الأسنان اللي يسوونه، لأنه منقسم الطب الجراحة عن طب الأسنان. فجراحة التجميل يقوم بجميع الجراحات التجميلية. بس شنو اللي صار الحين؟ طبيب العيون ممكن يسوي تجميل حق منطقة حول العين. طبيب الأنف وأذن وحنجرة ممكن يسوي تقويم للأنف حق الأنف، عمليات تجميل الأنف ممكن؟ إي رينوبلاستي. يعني مثلا طبيب العين هو مختص بالعين من داخل ولا مختص بالعين من برا؟ العين كلها. يصير بالعين كلها، حتى محيطها الجلدي. حتى يعني محيط الجلدي. وأنا أقدر أحقن بوتوكس في المحيط الجلدي للعين، ما أدخل داخل العين بس من على الأجنب، هذا ممكن أنا أسوي. وطبيب مثل ما قلت هو عادة، عفوا البوتوكس لأن كررتي عدة مرات، مهمته أنه يوخر التجاعيد يعني؟ البوتوكس هو عبارة عن مادة توقف حركة العضلة بشكل مؤقت من 3 إلى 6 شهور، علشان مع الوقت ما يحفر الخط مال التجاعيد صوب العين أو صوب الجبهة. أنا مسوي بوتوكس على فكرة. لا ما شاء الله عليك، يعني أنت إذا هذا خوش نموذج. لكن هو المشكلة في تغيير الأشكال. يعني أنا أعرف بعض الأصدقاء وكان فاجأتني أم العيال، هو متزوجها على شكل معين، صح. سافرت شهر شهرين ويا أهلها ولا ويا صديق، المهم رجعت ولا شكل ثاني، خشم غير ويه غير. فيعني يمكن سبب له مشكله وياها لانه ما يعرف الوي. فهل تغيير الاشكال هذا انتم مر عليكم ان ازعج الازواج؟ لانه يمكن بعد مغيره الى الشكل غير مناسب. يعني اي في ناس ما يصير معاهم الحين. ليش تلجا الوحده اذا كان عندها حاله مرضيه؟ خلينا نقول على سبيل المثال في ناس استاذ يوسف يصير معاهم اكتئاب بسبب شكل خشمها، فما تروح تطلع مع الناس او ما تروح تتعامل مع الناس، ما تروح حفلات، تستحي، فيصير معاها اكتئاب، والاكتئاب ممكن يؤدي الى الانتحار في بعض الله لهالدرجه. هذا اذا ما سويت يعني. هذا اذا ما عدلت الانف. يعني في ناس يدخلون بالحاله المرضيه، احنا نقول اللي يصير بادي ديسمورفيك ديس اوردر، ان هم تطالع روحها بالمنظره وهي قمه في الجمال، تطالع روحها بالمنظره لا انا مو حلوه انا ابي. فهني يجي دور الدكتور انه هو يوقفها. هذا يبي لها طبيب نفساني اكثر. بالضبط. الدكتور يوقفها عند حد ما يقول لها لا ما راح ازيدك او ما راح اسوي لك، ويحولها حق الطبيب النفسي، لان هذه تحتاج علاج نفسي، ما تحتاج اي حقن او اي اجراءات تجميليه نسويها، لانها راح ندخل بخطر معاها اذا سوينا لها الشيء هذا. اذا ناخذ يعني هو بدون شك ان احنا انت تفضلتي بان والله موجودة من قبل الميلاد في عمليات أكيد محدودة، محدودة الترقيع يعني. إحنا نسمي لكن الهبة هذه اللي قاعدة تجتاح العالم في مواضيع التجميل، وين تتركز عندنا في عالمنا العربي؟ يعني لبنان، الكويت، قصدي لبنان، الخليج، خلنا نقول يعني في المجتمعات المترفة
لأن في مجتمعات ملاقية تأكل. صحيح. فيعني اللي ليش أنا قاعد أقول في بداية حوارنا إنه يعني هل هي حاجة أم يعني بذخ أم بطر أم استهلاك في المجتمعات المرفهة؟ الاثنين تقدر تقول. في ناس بالنسبة لهم هذه حاجة، أنا بالنسبة لي هذه حاجة، أنا بالنسبة لي. بس هل حاجة حتى في المجتمع الفقير؟ يعني هل ممكن سيدة بدل ما تصرف على رغيف الخبز مثلا والأكل ممكن تصرف على تجميل شكلها؟ هذه نقطة الحين وايد مهمة اللي أنا بقول لك عنها. الناس اللي ما تقدر على التجميل الصحيح يلجؤون للتجميل الغلط اللي هو الرخيص، بدل ما تدفع حق سعر إبرة 150 دينار قدرتها المادية ما عندها القدرة المادية، فبدل ما تدفع حق سعر إبرة 150 دينار تدفع 50 دينار. فهذه تكون مادة، ممكن تكون مادة رخيصة فلبينية تيها في البيت مثلاً وتحقنها، أو تروح صالون وتحقن المادة. فلبينية مو طبيبة بعد. مو طبيبة، واحدة دزوا بالواتساب فلانة عندها مادة وتحقن، اسمها كذا وهذا رقمها، فيدقون عليها تيجي للبيت وتحط الأبر وتحقن المواد اللي أنت ما تعرف شنو هي، كم صار حسابك؟ والله أنت سويت لك أنا الوي وسويت لك الصدر وسويت لك أنت مثلاً 200 دينار. وهذا ممكن يكلفها فوق 800 دينار في العيادات. أو أكثر. أو أكثر. بس أستاذ يوسف، هذه اللي قطت 50 دينار استخسرت الأمية، استخسرت الأمية، هذه راح تقط باكر فوق 5000 دينار عشان تصلح، للتصحيح، عشان تصلح الخراب بالضبط. فلا تسترخص، أنا دائما أقول هالكلمة، لا تسترخصين في صحتك. هذا مجتمعاتنا اللي يعني ممكن في وفرة من المال شيء للأكل وشيء للشرب وشيء لللبس وشيء للمواصلات وأكو شيء للتجميل، لكن المجتمعات الفقيرة ما يسوون تجميل. يعني إحنا أي إحنا الحين وين تركز عندنا يعني في العالم العربي؟ عندنا بالكويت، إحنا هني ايه؟ عندنا بالكويت، دول الخليج إن جنرال كلهم يسوون تجميل. أقل لبنان، لبنان طبعا، لبنان دفنت لي. لا احنا بنتكلم اول شيء عن الخليج، الخليج كلهم يسوون. بالدول لبنان عندنا وايد معروفه اصلا هناك، والناس كلهم حتى يروحون لبنان يسوون عمليات التجميل. مصر ايضا، مصر مو وايد يروحونها حق التجميل للامانه. حاليا يروحون مثلا تركيا وايران لزراعه الشعر، اذا تبي تكونسيدر ذس من التجميل فهذا يعتبر تجميل اللي هي زراعه الشعر. ففي وايد شبابنا يروحون هنا. مدام قلت زراعه الشعر دكتوره، راح نيجي على موضوع تجميل الرجال بس بعد الفاصل الحديث الشيق. حضرات المشاهدين، فاصل ونستكمل بحثنا لموضوع عمليات التجميل. نواصل معكم حضرات المشاهدين نقاشنا وبحثنا الشيق حول عمليات التجميل مع الدكتورة شمايل السنافي. بالبداية قلت لي هناك فرق ما بين استشارية التجميل أو خبيرة التجميل. أنا قلت خبيرة، وين الفرق يعني حق الناس؟ استشارية هي طبيبة وصلت لي مستوى استشاري. استشاري. أما خبيرة التجميل فممكن عندها، مو طبيبة، ممكن عندها دورات خبيرة مكياج مثلا. ممكن يسمونها خبيرة تجميل، خبيرة مكياج ممكن يسمونها خبيرة تجميل. مثلا واحدة ماخذة دورات في تنظيف البشرة، في تقشير البشرة، يسمونها خبيرة تجميل. هل ممكن هالفئة هذه الخبيرات ممكن يسوون عمليات تجميل؟ للأسف إيه، مش عمليات، إجراءات تجميلية، حقن. وهذا اللي إحنا ضده، وإحنا كأطباء، لأن أي أحد مو طبيب ليس مخول إنه يمسك إبرة ويحقن في الوي، لأن المضاعفات أستاذ يوسف تكون ممكن كبيرة. فأنا كطبيبة أنا عارفة عندك احتياط، احتياطات احتياطات، وعارفة أنا وين الشريان الفلاني يمر هني، وين العصب الفلاني يمر هني. عادة لأن احنا دارسين علم التشريح في الجامعة قبل، واحنا ندرس طب، ف عادة خبيرات التجميل ما يكونون دارسين الشيء هذا، فيحصلون بس على شهادة تجميل. وكان في وايد دكاترة خبيرات تجميل عندنا هنا في الكويت احقنوا وسكروا أماكنهم، لأن كانت فاتحة مثلا محل مساج وتحقن الناس هناك. فلما طاحوا عليها وزارة الصحة والهذا سكروا لها. الأطباء الأمراض الجلدية خلينا نقول قبل 30 سنة 40 سنة، يعني أنا على الأقل أعرف لي 10 من أصدقائنا
من جيلنا اللي تخرجه قبل 40 سنة. منو من جيلكم؟ يعني أنا أعرف أقول لك. لا أنا لأن جيلي واعتز فيهم الحقيقة أطباء كبار واستشاريين في الأمراض الجلدية مثل الدكتور حمد الغرير مثل الدكتور محمد المشاري. هذا يعني هذا الجيل من الاستشاريين. ما أدري إلى أي مدى مثلاً ذاك الجيل ما إحنا خبرين إنه كانوا يسوون وهم استشاريين أمراض جلدية يسوون عمليات تجميل. هل الآن كل طبيب أمراض جلدية ممكن يدخل في عمليات تجميل؟ وهل بالضرورة لأن طبيب عمليات جلدية يسوي عمليات تجميل؟ لا أستاذ يوسف، هو طبيب الجلدية ما يسوي عمليات تجميل، يسوي إجراءات تجميلية غير جراحية. عمليات التجميل مختصة أو يختص فيها جراحين التجميل البلاستيك سيرجن. نعم. أوكي. فأيام قبل ما كان عندنا البوتوكس والفيلر موجود، فما كان عندنا هذه الأشياء موجودة. يعني هذه مادة استحدثت يعني مؤخرا. شيء جديد دخل على المجتمع بالنسبة لنا إحنا. حتى الدكاترة قبل كانوا يسمعون عنه برا بس ما كان عندهم الجرأة إن هم يسوونه. شوي شوي مع الوقت لا، شافوا إن كل الجلدية قامت تسوي الأشياء التجميلية أو الإجراءات التجميلية، فبدأوا هنا شوية يروحون على الإجراءات التجميلية. أنا نسيت استشاريين اثنين بعد من جيلنا اللي هو الدكتور أبو حمرة والدكتور يوسف مال الله. والنعم فيهم. يعني أذكر هذا جيل أساتذة كبار. أي نعم. إذن ليس بالضرورة أن كل استشاري أو طبيب أمراض جلدية يسوي إجراءات تجميلية. يسوي هذه الإجراءات. طيب قبل الفاصل تكلمنا عن زراعة الشعر وزراعة الشعر، خل نروح الآن. هل الهوس قاعد تشوفونه؟ أنت ما ودك نسمي هوس، نسوي حالة طبيعية. هذا الناس تسوي إجراءات تجميل، عمليات تجميل في ما يتعلق بالإجراءات والعمليات، عمليات التحول، تحويل الخشم، تحويل كذا. إحنا شو نمشي بالشارع، شو واحد حاط لزاق على خشمه، ولا واحد ما أدري شو مسوي بويها هم لزاقات، يعني بينه مسوي شيء. هل وصلت السالفة إلى الرجال؟ إي أكيد في وايد، يعني طبعًا بأمريكا كان وايد من قبل، الحين بالكويت راح تشوف واحد حاط لزقة وعادي ما عنده مشكلة. مسوي عملية تجميل حق الخشب، شو المشكلة؟ فصار عادي عندهم. الرجال بعد بدوا يهتمون وايد ببشرتهم أكثر، خصوصاً بعد عمليات التكميم اللي قاموا يسوونها أو عمليات تحويل المسار، لأنه يضعفون وايد فينزلون وزن وايد، فالوي كله ينزل يصير شكله بالضبط يترهل الوي، فشكله هو 30 عمره شكله كأنه 50 سنة عمره. فهني يلجأ لطبيب التجميل على أساس أنه يعدل شوية، مو علشان يغير من شكله، عشان يعدل شوية بس. كزراعة شعر، عمليات تجميل الأنف، البوتوكس، هذا كله يستخدمونه الحين الرجال وما فيهم مشكلة. هل الطبيب الرجل يسوي عمليات تجميل للنساء والطبيبة الأنثى أو السيدة تعمل عمليات تجميل للرجال؟ نعم. طيب الهوس المتزايد أو المفتعل سواء عند النساء أو الرجال، يعني هل ممكن تين أنت كاستشارية وتقولين حق واحدة مسوية 5 و6 و7 عمليات ترى بس يكفي؟ أنا أعتقد أنك ما لازم تسوين شيء، ولا كل ما يطلب؟ لا أكيد أستاذ يوسف، ما أنا لهذا اللي قاعد أقول لك إياه. لما توصل المرحلة إلى مرحلة مرضية، يعني واحدة يتوقف الطبيب، بس الطبيب اللي يعني عنده اللي خلنا نقول إحساس المسؤولية، في دكاترة يقول لها شنو تبين تسوين، تقول له أبي هذا، يلا ويسوي لها هذا. تبين تسوين، يلا ونسوي، لأن هذا بالنسبة له مثل ماكينة سحب، يسحب منها المبلغ. صحيح. اللي يبي. صحيح. بس لو أنا وحدة، لأن إحنا قاسمين على قسم، أوكي، في قسم إحنا قاسمين عليه، فلازم إن أنا أراعي ربي بالشيء هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا أعرف متى أوقف المراجعة. وايد تصير عندي، وحتى بنات يزعلون مني لما أقول لها ما راح أسوي لك، أوقفها عند حد معين ما تزيد عنه. لأن وقلت لك الشيء اللي وايد مهم، لأن أنا ما بسمعتي تخترب، حتى لو هي تطلب مني والمريضة موافقة والمريضة تبي وعلى حسب حاجتها ورضاها، بس أنا ما بسمعتي تخترب إن هي تطلع بشكل مقزز. ومن اللي مسوي لها الدكتورة الفلانية، يعني بالضبط حريصة بالضبط. إن ما تقول إيه نعم. المستحضرات أو
الادوات التجميل، مكونات ادوات التجميل او غص الحقن، البوتوكس او الفيلر. هذه المستحضرات اكيد تحضر طبيا على مستوى دقيق من ناحيه طبيه ومن ناحيه مو كل المواد يعني اللي بوصل له انا بالسؤال، هل هي مسؤوليه وزاره الصحه ولا مسؤوليه وزاره التجاره فحص هذه المستحضرات اللي قاعده تستخدم في هالعمليات هذه؟ اوكي، هم الاثنين مسؤولين عن استيراد المواد هذه. إذا مثلا واحد عنده شركة على سبيل المثال عن طريق وزارة التجارة، ما يقدر يستورد المنتج الفلاني مثلا إلا بموافقة وزارة الصحة، فيجيب سامبل يوديها حق وزارة الصحة، وزارة الصحة تفحص وتقول إن هذه مادة نقدر نرخصها وما عندنا مشكلة فيها، مع أوراق معينة من المصنع المورد في الخارج. بعدين تي عند وزارة التجارة بعد ما تشوف موافقة الصحة، توافق على المنتج وتخلي الشخص هذا يجيبها. وين في درجة السرية، يعني قصدي شرف المهنة أو سر المهنة، مثل يعني السرية المصرفية والسرية الفندقية، يعني هل متاح أو يجوز للطبيب يعني البوح بهذا؟ يعني محرم من ناحية أكيد لا، هذا الحين تجميل ولا مو تجميل؟ سرية المريض وخصوصية المريض هذه تكون موجودة، سواء أنت بس مجرد أنك أنت طبيب، سواء مع الأسف والله سمعنا من بعض الأطباء، بعض المختصين، وما نقايل وين فيه، أنه يسولفون والله سويت حق الفلان وسويت حق فلان. هذا خطأ، هذا خطأ. أنا على سبيل المثال لو أبي أقول سالفة عن مراجعة للعبرة والعظة، أقول ما أقول الاسم نهائيا ولا أي شيء يمت بصلة لهذه المراجعة، فقط أستخدم أو إشارة أي إشارة لشخصها، فقط أستخدمها للتوعية فقط لا غير. حتى قدام أهلي أو قدام مثلا خواتي أخاف أقول سبحان الله فلانة تدري ولا فلانة تعرف ولا فلانة تعرف. وحتى لو يوني على سبيل المثال صديقات خواتي تسألني أختي ها ياتج، أقول لها إيه إيش فيها، مجرد سؤال عادي، أقول لها روحي سأليها، على أساس أن هذا شيء وايد مهم أن أنا أحافظ على سرية وخصوصية المريض. ناو في حالات معينة على سبيل المثال إذا أنا أبي أنشر صورة للمراجعة، مثلاً صورة شفايفها قبل وبعد، أقول لها مثلاً أنت موافقة، توقع لي على ورقة أن هي موافقة، كونسنت أن هي موافقة أني أنزل صورة شفايفها من غير الإشارة إلى اسمها أو أن أبي ملامحها، وتكون موافقة، هني أقدر هذه أسوي الحركة من غير الإشارة إلى الاسم. كحالة طبية. كحالة طبية، أو ممكن حتى أنزلها بالسوشيال ميديا. أنا عندي وايد حالات منزلتهم بالسوشيال ميديا، البيشنت نفسهم يدزوا لي الصور، دكتورة عجبت النتيجة نزليها لهالدرجة هذه. وايد أطباء يستخدمون الصور هذه علشان يحطون صور قبل وبعد يورون المرضى بموافقة المريض. هل عندنا بالكويت تحديدا يعني مبالغة في الاندفاع والإقبال على عمليات الإجراءات التجميلية أو العمليات التجميلية؟ مو وايد. ولا إحنا في الحدود الطبيعية؟ لا إحنا مو وايد عندنا، بس في عندنا حالات اللي قلت لك اللي يصير معاها الهوس أو المرض، الحالات المرضية إن هي بس تبي تسوي عمليات من غير ما توقف، خلصت من شفايفها لازم تدور لها شيء ثاني، أنف، عين، ذقن، لازم تطلع لها شيء عشان تسوي. بس هو هذا الحين صارت حاجة، الحين الإجابة السؤال رقم واحد صارت حاجة. إذا ما واكبت العصر تقعد والتجميل راح تقعد ما بين رفيجاتها، شكلها هي أكبر وحدة، وراح تشعر بإحراج، وراح تحس إن هي ثقتها بنفسها قلت. فعلشان كذي صارت الحين حاجة. هذه إذا هي بين مجموعة مسوية العمليات، مسوية يعني عمليات سميتها إجراءات التجميل وعمليات تجميل، لكن إذا ويا بنات أو سيدات مو جالسين ويوهم، مو جالسين أشكالهم، ما تنشأ الحاجة عندها. إذا مو هذا أقول لك، في عندنا الحين قناعات في جيل معين، ولا زال هذا الجيل موجود، الأمهات، بعض الأمهات أو الجدات تقول لا أنا ما أحط شيء بويهي، أنا ويهي كذي الزينة، الله خلقة الله. فأهما ضد الشيء هذا، وتلقى الأم البنت تعاية مع أمها عندي بالعيادة، يما بسوي لا يا يما ما تسوين. ففي ناس عندهم قناعة إن هي
ما تبي تجي سويها، وهذه خلقة الله ولازم أتم كذي لين أموت. ففي ناس ما يتقبلون أو مو متقبلين الفكرة هذه إلى الآن، فإن شاء الله في المستقبل. إيش كثر كاستشارية للأمراض الجلدية أنت، إيش كثر نسبة المتعالجين من أمراض جلدية إلى نسبة من يونج مثلاً في العيادة لعمليات الإجراءات التجميلية؟ 80 و50. ما يصير 80 و50، 28. لا أنا الحين أقول لك ليش. 80 يوني أمراض جلدية. 80%. 80% يوني أمراض جلدية، وال20% بيور يعني صافي يبون تجميل، وال30% تي مع مرض جلدي ومرض تجميلي. يعني عادة تجيني تقول لي دكتورة آسية، فتقول لي دكتورة أنا بشرتي أبي أعالجها كذا كذا كذا، هذا مرض جلدي، أو أنا عندي إكزيما، زين دكتورة بكبر شفايفي شوية، زين دكتورة أبي أسوي بوتوكس شوية. إي هذه بتحدينها ويا التجميل، يعني والله النسبة عالية إذا yes. وتفتكرين أن هذه النسبة اللي عندك موجودة عند غيرك من الاستشاريات أو أكيد، لأنه هو تقريبا المجتمع واحد والدكاترة يعني نفس الشيء تقريبا. اي زين، الحين احنا تكلمنا عن كل يمكن الجوانب الايجابيه، وانت وضحتيها ب يعني تطمينات طبيه ان المساله حاجه وليست يعني كماليه. ما هي المخاطر؟ يعني هل قاعد نتكلم عن مخاطر حقيقيه؟ هل يؤدي مثلا كثر الحقن الى لا سمح الله سرطان جلد، ولا يؤدي الى مضاعفات اخرى؟ يعني ما بين ما تحذرون الناس منه، شو تحذرونهم منه؟ اوكي، احنا نحذرهم من رقم واحد ان لما تيجين تسوين تجميل هذه شيء جمالي، هذا مو شيء انت مضطره عليه. فاذا ما كان عندك القدره الماديه انك انت تسوين التجميل الصحيح، وحتى لو المواد غاليه لا تسوينه، قعدي على قولتهم على قعد على مينونك لا يك اي منه. فما انصح ان انا والله اروح على اساس الماده هذه ارخص وانا بروح احقنها وما عندي انا القدره الماديه وبسوي تجميل. فهذا رقم واحد. رقم اثنين، اختيار الطبيب مش أي مكان أنا أروح. أنا ما أروح صالون وأحقن، ولا أخلي وحدة تجيني في البيت وتحقن. اختيار الطبيب الشاطر، أوكي، اللي أنا مثلاً في سمعته زينة والحالات اللي عنده زينة، اللي أروح وألجأ له على أساس أنه يسوي لي الشيء هذا. ما أروح بس على فلانة راحت، أو الممثلة الفلانية راحت، أو الفاشينيستا الفلانية راحت، لأن هذه دعايات. فأنتوا لا تمشون على الدعايات اللي من شخص معروف يقولها، أنتوا امشوا على كلام الناس in general، لأن الناس هي اللي جربت أن الدكتور هذا بتقول لك النصيحة الصحيحة. الدكتور من تصير أي مضاعفات يعرف بإذن الله أنه هو يعالجها ويكون قادر على معالجتها. فعلشان كذي إحنا نقول نحذر ما نروح حق شخص غير مختص للأشياء التجميلية. رائع. في شيء كان وديش تقولينه ما قلتي؟ هو الحين إن اللي صاير عندنا في المجتمع، قبل التجميل كان سلوك معاب، فبالنسبة حق الناس يعني من تدخل عليك وحدة حريمة أول تدخل وحدة وي 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 وش مسوية بروحها وتغطي وياها، تنحرج أو تستحي. أما الحين تشوف التجميل بكل مكان، والواحد يمشي بالشارع وحاط اللزق على خشمه أو مسوي whatever حقن أو الوحدة، فما عندهم أي مشكلة بالشيء هذا، فصار شيء عادي بسبب التطور اللي صار وبسبب انفتاحنا على المجتمعات برا. فالتجميل بالطريقة الصحيحة أنصح فيه، التجميل المبالغ فيه وبالطريقة الخاطئة ما أنصح فيه. لازم تعرفين وين توقفين، وإذا ما عرفتي وين توقفين لازم دكتورك يكون شاطر ويعرف متى يوقفك إنك أنت تستمرين في الغلط. دكتورة شمايل السنافي، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل، أنا شاكر لك جدا. هذه الجرعة التثقيفية التجميلية اللي أعطيتني إياها والسادة المشاهدين، شارك مشاركتك معي. يسلمك، وشكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا. حضرات المشاهدين، أشكر لكم متابعتكم، انتظرونا في صفحات قادمة من برنامج مفكرة، وإلى اللقاء.